الاسم حسام جاسر زياد، مواليد عمان. درست أنا بالكلية العلمية الإسلامية، كنت طبعا أنا واحد من 6 أبناء لأبوي جاسر، وله من اسمه نصيب. هو أبوي زلمة كان مقاتل وطيار حربي، وبعدين رجع الأردن وكان طيار مدني. طبعا أنا أجيت بال 2001. بهاي الفترة كان في فترة الإسلاموفوبيا، الناس حتى العرب بشكل عام، أولا كثير من الناس مهاجرين أصلا، وكثير من الناس خايفين يحكي أنه هو عربي أو مسلم. فهاي الفترة عملت للمجتمع تبعنا، عملت له ردة فعل عكسية، صاروا يتمسكوا بأنهم يثبتوا أنه أنا عربي، أنا مسلم. أنا بقدر أحكي لك أنا بخلال خبرتي ال 17 سنة اللي عشتهم في أمريكا، أول ما أجيت كان الناس، يعني مثال بسيط، كنت أروح أنا بدي أشتري لحم حلال، كنت أضطر أسوق ساعة عشان أوصل على محل في عنده ذبح حلال. بهاي الفترة اللي إحنا هلأ إحنا عايشين فيها، أنت بتقدر تروح على أي محل من أكبر المحلات التجارية وتطلب، بعطيك الأكل حلال. طبعا ليش هذا صار؟ لانه الكوميونتي تبعتنا طلبت، الكوميونتي تبعتنا كبرت وصار في عندها قوه شرائيه كبيره. اللي عم بصير بالاستثمار سيميلر، شيء قريب من هذا الشيء. فاحنا عندنا المجتمع تبعنا كثير بيفكر بموضوع انه هل اني انا اللي بعمله هذا العمل حلال وحرام. فالحمد لله بما انه صار عندنا جامعات دينيه وعندنا ناس متعلمين بالفاينانس، بالعلم المالي وعلم الدين، هذول الناس قرروا أو أعطوا فتوى واضحة على إيش ممكن تستثمر فيه، إيش المسموح وإيش الغير مسموح. فأنا قررت طبعا ب 2018-2017 إني أبلش تكافل ويلث مانجمنت، وهي تكافل يعني العمل المالي. الفكرة من وراء هذا الإشي إنه لما أنت كمستثمر أو كبني آدم عندك عقيدة معينة بدك تستثمر في الماركت أو بدك تعمل أي نوع من أنواع الانفستمنت، إنه أنا أستطيع أعطيك إشي واضح وفي عليه فتوى واضحة إنه مسموح تستثمر فيه، فأعطيك البيس أوف مايند أو الراحة النفسية إنه اللي عم تعمله هو موافق لأفكارك. وبهاي البلد يعني هما بيحكوا لك money talk، فإذا أنت ما دفعت وما تبرعت وما وجدت بالمحافل السياسية، ما وجدت بالمحافل حتى السوشيال، خلنا نحكي أنت مش موجود. فإحنا بنحاول قدر الإمكان نوعي الناس كيف ممكن تعمل هذا الحكي، كيف ممكن تبني البزنس تبعك، كيف ممكن تتعامل مع الألدرمن أو مع السيتي أو مع هذا كله. يعطوا جزء من العمل اللي أنا عم بحاول أقدمه للمجتمع تبعنا.